التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم مجددا ضمن هذه الانطلاقات، وشارت برعاية نادي دبي لسباقات الهجن. بسم الله وعلى بركة الله وحفظه، انطلق الشوط التاسع الذي يحمل فئة الابكار، فئة المفاريد. نذهب إلى مقدمة الشوط ونتابع الكم الهائل من الابكار. نذهب ونتابع المركز الاول سلسبيل سعيد بن راشد بن مرخان، من ينطلق مع المركز الاول كما قدم الغزال في الشوط السابق، بينما المركز الثاني الشاهنيه علي بن راشد بن مرخان المنطلق مع المركز الثاني وثالثا. مشاهدينا الكرام، بنت الحاسم راشد بن سعيد بن غدير من ينطلق مع المركز الثالث. هذه الثلاث المراكز الاولى، واتابع الشعارات القادمه، الاسماء الواصله بكل قوه. جميله جمعه بن عبيد بن حمدان الفلاسي من يقدم جميلة في أرضية هذا الميدان الجميل. هذه المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع بن مرخان مع سلسبيل في البداية وفي المقدمة، سعيد بن راشد بن مرخان من يقدم سلسبيل، ولكن الشاهنية علي بن راشد بن مرخان من ينطلق مع المركز الثاني، وثالثا بنت الحاسم راشد بن سعيد بن غدير من ينطلق مع بنت الحاسم. المركز الرابع جميلة، جمعة بن عبيد بن حميدان الفلاسي بدأ يتقدم الخطورة قادمة مع شواهين. سالم بن راشد بن ضبيعة يقدم شواهين قادم بكل قوة. هذه الخمسة المراكز الأولى، ولكن أشوف التغيير، الشاهنية غيرت، علي بن راشد بن مرخان غير البداية، بن غدير واصل وبن مرخان قادم. يا سلام يا سلام، وبن ضبيعة مع المركز الرابع. هكذا هي التحديات، ولكن يا سلام، هنا سلسبيل على البداية، والشاهنية سعيد بن راشد بن مرخان، بن مرخان وبن مرخان. يا سلام، بن غدير واصل، بن غدير واصل، يا سلام، غير البداية، حسم الأمور مع بنت الحاسم مع الأمتار الأخيرة. سلام نزوى سلام، وأسعد الله صباحك بكل خير. المركز الثاني مشاهد الكرام علي بن راشد بن مرخان، وثالثا هناك شواهين سالم بن راشد بن ضبيعة. هكذا مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن غدير على فوز بنت الحازم بهذا الشوط في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس.